السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرض اليوم لفيديو جديد عن المناحل الخشبية والتي نطلق عليها المناحل الحديثة، وهي خلايا خشبية يطلق عليها خلايا لانجستروس بالسين. لانجستروس هي خلايا حديثة، خلايا خشبية، وهذه ملامح أو ملمح أو علامة من علامات الريف المنتج. والريف هو الأرض الخصبة التي تعطي لنا الزرع والضرع. وطبعا احنا عندنا الريف الحمد لله بينتج ثروة حيوانية، أبقار، جاموس، دواجن، بط، بيض. وهنا المناحل تعطينا العسل الأبيض أو ما نطلق عليه عسل النحل. هذا هو مدخل الخلية، الشغالات تنطلق من هنا لكي تأتي بالرحيق وتعود مرة أخرى إلى الخلية. كذلك هذا هو مدخل الخلية. كما نشاهد هذا هو مدخل الخلية. الشغالات تخرج لجمع الرحيق، وللأسف الشديد بسبب المبيدات أو قد يكون بسبب أمراض النزيمة، هذه الشغالات النافقة مرة أخرى. هذا هو مدخل خلية. نعم هذا مدخل خلية، وهذا منظر الشغالات. طبعا طائفة النحل تتكون من الشغالات والذكور والملكة، وهناك الحضنة. المشكل هنا في هذه الشغالات النافقة، إذن هذا هو المنحل. كبار السن أمثالنا يتذكر المناحل الطينية أو المناحل البلدية، أما هذه المناحل الخشبية يطلق عليها المناحل الحديثة. يبقى ما زلنا نتحدث عن ملامح الريف المصري، وهنا المزارع يقوم بتجفيف الأرز بعد حصاد محصول الأرز اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 في نهاية الموسم الصيفي. يقوم المزارع بنشر الأرز بهذا الشكل لتجفيفه لكي تصل نسبة الرطوبة، يعني يجب ألا تزيد عن 10 إلى 11%، لأن لو رطوبة أزيد من كده هتؤدي إلى أن الرز ما نيجي نبيضه أو نزيل القشرة يتم تكسيره أو يكسر الأرز في ماكينة البياض كما نطلق عليه.
إذا مرة أخرى هذه ملامح قريتنا، هذه ملامح الريف المصري. والريف المصري كما يعرف هو الأرض الخصبة المنتجة للزرع والضرع. هذه بعض الملامح، هذه يطلق عليها مقطورة صغيرة يجرها الجرار. وهذه أشجار الجزورين، وهي أشجار مصرية عتيقة عريقة. وهذه نباتات البامية، وهذه العربة الكارو. كما يطلق عليا دائما عربة كارو خشبية بعجلتين كاوتش يجرها الحمار أو الحصان. أما ما نشاهده هذه كومة السيلاج، والسيلاج هو يعني علف أخضر محفوظ، وعبارة أن احنا بندرس نباتات الذرة. هذه كومة سيلاج الذرة، نباتات الذرة بيتم درسها وهي خضراء وتكوم ثم تغطى بغطاء بلاستيك كبير ثم بقش ثم بالشرب أو طبقة ترابية لا تقل عن 10-15 سنتي، ويمر عليها الجرار الزراعي لكبسها وتفريغ الهواء منها. هذه كومة السيلاج، وهي عليقة غذائية مركزة، لأن المزارعون هنا يقومون بدراسة الذرة كامل بكزانه كامل، فتكون العليقة هنا مركزة. هذا عن السيلاج. هذه العربية الكارو التي هي ملمح من ملامح الريف المصري، ويقوم المزارع هنا بنشر الرز لتكفيفه أو الوصول به إلى درجة عالية من التكفيف. وهذه ما يطلق عليها المقطورة، مقطورة حديدية. وهذا هو المنحل، المنحل الحديث. وما نشاهده هذا هو تبن القمح، هذا هو تبن القمح. والقمح كما نعلم هو محصول حبوب شتوي، يتم الحصول على الحبوب لطحنها وعمل الدقيق لصناعة الخبز منه وجميع المخبوزات. والمتبقي المخلفات الزراعية يتم درسها. وهذا هو تبن القمح، وهو غذاء جيد للحيوانات المزرعية، حيث يتم إضافة بعض المركزات له زي الكزب أو غيرها. وهنا من الأفكار الابتكارية للمزارع المصري أن قام بدراسة الأرز. يعني هذه هي هذا هو قش الأرز. قام المزارع بدراسة قش الأرز للحصول على عليقة مثل التبن تماما، وهو مفيد كذلك، وبه نسبة من الكربوهيدرات والبروتين، وله عدة معاملات. يعني يضاف له الملاس أو يضاف له بعض الإضافات تجعل قيمته الغذائية عالية. إذن المزارع المصري في إبداع منه، يقوم كان يقوم زمان بحرق القش، الآن يقوم بدراسة القش هكذا ويجعله مثل التبن، ويقدم علف للحيوانات المزرعية. هذا هو قش الأرز الذي تم دراسته، ويظهر هنا العيدان قش الأرز. وهذا هو تبن القمح. وتبن القمح وقش الأرز كلاهما يستخدم كعليقة مفيدة للحيوانات المزرعية بعد إضافة المركزات إليها. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا، وشكرا.